اسلمتكم. ياسر جرادي فنان تشكيلي، فنان موسيقي ورئيس جمعية كيف كيف للفنون والثقافة كيف كيف تونس، يعني فما كيف كيف تونس وكيف كيف فرنسا. الهدف بتاعنا من خلال الجمعية هذه هي إخراج الفن للشارع وجعله في متناول التوانسة الكل، هي إذا ديمقراطية الفن أو ديمقراطية الثقافة بصفة عامة. نحبوا إن شاء الله في السنوات القادمة يولي عملتها ريزو تاع جمعيات في العالم الكل، مش نبدو في تونس الساعة، نبدو نعمل جمعيات أخرى في الجنوب خاصة في الجنوب، تولي عملنا كيف كيف في الشمال في الجنوب بعد في الوسط وبعد. إذن الهدف الأساسي هو إخراج الفن من الشارع وديمقراطة الفن، استعمال الشارع استعمال آخر أذكى وأنبل أكثر من حركة السيارات والجوالات، باش نبينوا مرة أخرى لشعبنا اللي عملنا الانتفاضة هذه بشكل متحضر اللي هو قادر على أنه ينجز الثورة الثقافية.